رسالة، وهو رسالة توصل للمجتمع. أنا الأسبوع الماضي كان أبو هادي يتكلم عن صورة البقرة وأثرها في البيت، صح. فسبحان الله أثرها وجدناها لما دخلنا جينا البيت، وجدنا الأهل يطول عمر يقولون سمعت أبو هادي وش يقول، صار صورة البقرة تطرد الشياطين وتطرد هذا منبر، هذه القناة مباركة ما شاء الله تبارك الله، يوصلون رسالة طيبة ومثلكم كذلك نحرص على الشيء النافع والطيب. رسالتي هي عن ديوان الظن، وهو مرارة يعاني منها الكثير، وهو من الدواوين التي يؤجلها الله سبحانه وتعالى ولا يغفره إلا حتى يسامحك المظلوم، وهو خطر عظيم. في عهد عمر بن عبد ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث عن جابر بن سمرة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا سعد بن وقاص بن أبي وقاص أهل الكوفة، ولا على الكوفة وإماما لها. ألم أن أهل الكوفة اشتكوا إلى عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص لا يحسن الصلاة، وهذا من الافتراء وهذا من الظلم. ألم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل سعد، لما عزله كأنها جاءت في نفس عمر فقال يا أبا إسحاق ما تقول في شكوى أهل الكوفة؟ فقال يا أمير المؤمنين والله أنني كنت أصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وطولوا في الأولوين في أول ركعتين في صلاة العشاء وأخرها وأقصر في التاليات. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لجنة إلى أهل الكوفة، فمروا على أهل الكوفة يسألونهم عن حسن صلاة سعد، فمروا لأهل الكوفة مسجداً مسجداً، ووصلوا مسجد لبني عبس. ألم لما وصلوا هذا المسجد سألوا ذلك الرجل، قال ما تقول في سعد؟ ويقال له أنه أسامة بن قتادة ويكنى بأبا سعدة. قال أما سعد فكان لا يعدل في القضية ولا يسر في السرية، يسير في السرية ولا يقسم بالسوية. هذا من الظلم وهذا من الافتراء، فوقعت في نفس سعد. قال اللهم إني داع فأمنوا، اللهم إن كان هذا الرجل قد افترى علي ظلما وبهتانا، اللهم فأطل عمره وفقره ولا تمته حتى تفتنه. يقول راوي الحديث وهو من رواة الحديث عبد الملك أننا أدركنا هذا الرجل وقد سقط حاجباه وانحنى ظهره، وكان يسير في شوارع الكوفة وكان يتعرض الجواري ويقول شيخ كبير أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. أتهزأ بالدعاء وتجتريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد قضاء. والله ثم والله أبو عبد الرحمن والكلام للجميع والمشاهد، أن هناك أناس يونون ويبكون حسرة من الظلم. كم من 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 محصنة قذفت، وكم من مظلومة طلقت، وكم من أرحام قطعت، وكم من رحم سحرت، وكم من الظلم، وكم من الظلم ما يتجرعه الإنسان، والله ثم الله ما يصيد خير. فالإنسان يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه، مدير، حاكم، قاضي، لابد أن كل إنسان طال عمرك بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يتقي هذا الظلم. أحسنت، الله أحسنت، أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله.